مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، تواصلنا يتجدد ضمن هذه الانطلاقات، انطلاقه تسعيره العاصمه، اشواط الانتاج، شوطنا 19 في تعداد هذه الاشواط ينطلق بحفظ من الله ورعايته، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشره لمسار وانطلاق هذا الشوط لنتعرف على العشر الاوائل من خلال هذه المنافسه، من خلال هذه الانطلاقة المميزة. مقدمة الشوط الظبي، تعود الملكية لفاضل بن سعيد بن سالم إلهام لمن يقدم لنا الظبي مع الصدارة، تليها مباشرة سيافة، تعود الملكية ناصر بن خيره بن محمد الشامسي، غيرت سيافة إلى مقدمة الشوط. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث مهيضة، سالم بن علي بن بريك الفيدة المري من يقدم هذه الاسم مع المركز الثالث. رابع المراكز تقدما ممتاز من شوك احمد بن سيف بن مبارك المزروعي من تحتل المركز الرابع. خامس المراكز الوثب سهيل بن حمدان بن سالم الدرعي من يقدم لنا الوثب، ومن قدم لنا منصوره في هذا الصباح في شوط الانتاج يقدم لنا الوثب في هذا الشوط. الوصول من الشروط فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي، يا سلام. سابع المراكز اللي في المركز السابع من تاتي الحذر محمد بن سعيد بن محمد بن عايد الاكتبي. انتقل مباشرة الى المركز التاسع، وارد تقدم الممتاز هناك من الشاهينية محمد بن حميد بن علي الدرعي. اما اللي في المركز التاسع من تاتي بهذه اللحظات ارى اللي هي الامامة الزعم سلطان بن سالم العامري. عاشر المراكز حصانه سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري. هكذا مشاهدينا الكرام النداء الاول للعشر الاوائل، نعود حيث البدايه، نعود الى مقدمه الشوط، الى المركز الاول، يا سلام، الى المقدمه والصداره. سيافه مع المقدمه تنطلق في مقدمة الشوط مع المركز الأول. ناصر بن خيره بن محمد الشامسي مع الصدارة، معلن الحضور بن خيره في مقدمة هذا الشوط في شوط الانتاج. هناك اللي هي مهيضة، مهيضة يا سلام، مهيضة لسالم بن علي بن بريك الفيدة المري من يقدم لنا مهيضة مع المركز الثاني. المركز الثالث تأتي مشاهدينا الكرام فلك أول إذاعة علي فلك خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم الحذر محمد بن سعيد بن محمد بن عايد الاكتبي، يا سلام. القادمة هنا اليمامة الزعبة سلطان بن سالم العامري، يا سامي، تقدمت شوط الانتاج، الكل باحث عن ناموس الانتاج. الذيبه سالم بن سعيد بن ذيبان المنصوري، اول اذاعه للذيبه تاتي مباشره مع المركز السادس. ولكن وين الصداره؟ وين المقدمه؟ الكيلومتر الاخير، الموقع الكيلو الاخير، ومقدمه الشوط سيافه، يا سيافه، في مقدمه الشوط مع المركز الاول. مسيطره، سيطره تامه، سيطره كامله مع المقدمه والبدايه. وهنا سلطان بن سعيد الحبسي من يتابعها في القياده والتدريب والعنايه التامه. هناك مجاهد الكرام محمد بن مسلم بن طرشوب العامري، يا سلام، مع هذا الانطلاق سيافه سيافه في المقدمه والبدايه ومع الصداره. يا سلام يا سلام، مقدمة الشوط والمركز الأول
سياف ناصر بن خيره بن محمد الشامسي إن لم تكون الحذرة مع المركز الثاني محمد بن سعيد بن محمد بن عايد الكتبي ولكن المقدمة والصدارة المركز الأول سياف يا سلام تعود الملكية لناصر بن خير بن محمد الشامسي إن لم تكن هنا الحذرة وسيافة ولكن سيافة المسيطرة سلام على هذا الإبداع والفوز والانتصار لحظة الوصول مشاهدي الكرام هنا سيافة لناصر بن خير بن محمد الشامسي سلام سلطان بن سعيد الحبشي سلام على الفوز والإبداع والتاني والناموس المركز الثاني الحذرة محمد بن سعيد بن محمد بن عايد الكتبي المركز الثالث نصيب أحمد بن صيلوب بن حميد الدرعي المركز الرابع كان من نصيب فلك خليفة من نصيب خليفة الخيل المركز الخامس كانت مشاهدين الكرام المركز الخامس هناك الشروط فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول سيافة والتاني الناصر بن خيرة بن محمد الشامسي أسعد الله صباحك على هذا الفوز ننتظر التوقيت الزمني أثناء وصول سيافة إلى خط النهاية 4 دقائق مشاهدينا الكرام 31 ثانية 6 من الأجزاء تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك سيافة ناصر بن خيرة بن محمد الشامسي المركز الثاني ننتظر التوقيت الزمني مع المركز الثاني المركز الثاني كان من نصيب الحذر محمد بن سعيد بن محمد بن عايد الجبي 4 دقائق 32 ثانية جيز 1 من الثاني ثالث المراكز كان من نصيبه مشاهدينا الكرام اللي هي النصيبة حمد بن صغيرون بن حميد الدرعي قطعت المسافة في زمن وقدرة 4 دقائق لا شك مشاهدينا الكرام توقيت الزمني 34 ثانية 8 من الأجزاء تهانينا لمالك النصيبة حمد بن صغيرون بن حميد الدرعي تهانينا والناموس للجميع